ينضم إلينا صلاح العاقل مراسل الغد المشرق من عدن، أهلا بك صلاح معنا في هذه النشرة. إذا محافظ عدن يتهم الحكومة بعدم معالجة مشكلة الكهرباء. صلاح، هذا الموضوع تكرر كثيرا، يعني عند دخول فصل الصيف من كل عام تبدأ مشاكل الكهرباء، منها الصيانة ومنها ما يتعلق بالمازوت. كيف هو حال الكهرباء في عدن حتى الآن؟ تفضل صلاح. نعم، الكهرباء منذ 48 ساعة أو أكثر تعيش حالة الموت السريري تقريبا. هي دخلت كانت في مرحلة انقطاعات طويلة ومتواصلة، وأعزى مصدر حكومي وأيضا مصدر في وزارة الكهرباء، ذلك إلى انعدام المشتقات النفطية التي قطعت من قبل الدول المانحة أو من قبل الصندوق السعودي الذي هو قدم منحة للحكومة اليمنية بمحروقات، وكانت مشروطة ببعض الإصلاحات والتوريدات المالية، وحسب ما ورد أن الحكومة لم تلتزم بتلك المصاريف التي يجب أن تدفع للصندوق للإفراج عن هذه الشحنة. الانقطاع من المحروقات سبب انقطاعات متواصلة بالكهرباء وصلت إلى 8 ساعات إلى 7 ساعات متواصلة انقطاع مقابل ساعة ونصف ساعة تشغيل. الآن هناك تموين قبل المحطات للوقود، بدأت الكهرباء تعود تدريجيا، ولكن ما زالت المسائل متوقفة على المصادر الحكومية التي يجب أن توفي بالتزاماتها حسب ما صرح به أيضا الصندوق السعودي لإعادة إعمار اليمن الذي هو متكفل بتمويل المحطات الكهربائية بالوقود. الانطفاءات استمرت وستستمر في الفترة القادمة حسب ما صرح به السيد محافظ عدن الذي اتهم الحكومة علانية بالتلكؤ فيما يخص الالتزامات التي يجب أن تكون عليها لتوليد الكهرباء وأيضا الصيانة وزيادة القدرة الإنتاجية والتوليدية للكهرباء لمواجهة الصيف القادم. محافظ عدن قال بصراحة أنهم تقدموا قبل عام أو أكثر بمقترحات ومشاريع وأيضا رؤى توفر كهرباء وتحسن من أداء خدمة الكهرباء، إلا أن الحكومة رمت كل تلك الأوراق في الهاليز الأدراج وتلكأت ولم تقم بواجبها ولم تطور المؤسسة أو القطاع الخاص بالكهرباء لمجابهة الصيف، ولم يتبقى سوى شهرين اثنين لنكون في عز الصيف. نعم صلاح، هناك سمعنا سابقا بأن هناك محطة كهربائية، محطة الرئيس، حتى الآن هذه المحطة هل دخلت الخدمة أم لا؟ أم أن المشاكل هي في 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 توليد الكهرباء، أم المشاكل متعلقة فقط بالمشتقات النفطية؟ نعم نعم، المحطة موجودة ودخلت بالخدمة، ولكن المحطة يجب أن تمول بمحروقات خاصة وهي تدار بالنفط الخام، ويجب أن يتوفر النفط الخام لتوليد الكهرباء من هذه المحطة. أيضا هناك شق آخر وهو عدم رفع القدرة التوليدية للقطاع الحكومي أو التوليد الحكومي للكهرباء. هناك محطات مثل محطة الحسوة، محطة المنصورة وغيرها من محطات التوليد التي يجب أن تقدم لها صيانة دورية خلال كل شتاء. كان هناك عرف يقوم على إعادة تأهيل وصيانة المولدات التي هي أساسا عتيقة وقد يعني مر عليها وقت طويل من الزمن، ويجب أن تكون هناك خدمة صيانة وخدمة أعمال ترميم لتلك المولدات لتجابه الصيف القادم، لأن كل تلك الأمور مجتمعة لم تتم مع كل أسف، ما سينعكس على واقع خدمة الكهرباء خلال الصيف القادم، وهذا ما حذر منه محافظ عدن والسلطة المحلية هنا في العاصمة. هناك موضوع آخر صلاح، زيادة أسعار البنزين في العاصمة عدن. هناك المواطنون يقولون لم يكتمل الشهر حتى تنزل تسعيرة جديدة. كيف هو حال المواطنين في عدن، علما أن ارتفاع أسعار البنزين سيؤدي إلى ارتفاع المواصلات وارتفاع المواد الغذائية؟ ارتفاع سعر البنزين غير مبرر كما يقول الكثير هنا في عدن. هناك مقارنة ما بين أسعار البنزين العالمية وأيضا ما يتم التداول فيه هنا في السوق المحلية، وهناك
مفارقة أن السعر العالمي انخفض والسعر المحلي ارتفع في المحطات هنا في عدن بالذات، لأن هناك محطات أخرى خارج عدن في محافظات أخرى مثل محافظة سبوة ومحافظة حضرموت لا زالت ملتزمة بالأسعار القديمة وهي 13400 ريال للجالون الواحد مقابل سعر بيع هنا في عدن وصل إلى 18600 ريال. البعض امتعض أن هذه الأسعار فقط معممة على سكان العاصمة دون عن سواهم، وهناك مع كل ذلك يعني انقطاع للبنزين، هناك طوابير طويلة تقف أمام محطات البنزين، وهناك أيضا تلاعب من قبل تجار أو سماسرة المحروقات الذين يمتلكون محطات خاصة في أغلب الأحيان وهم يمتنعون عن البيع لكي تكون هناك أزمة، ومن ثم يباع هذا البنزين خارج إطار المحطة بأسعار خيالية قد تصل بعض الأحيان سعر الجالون الواحد إلى 30000 ريال يمني في السوق السوداء. أنا أشكرك صلاح العاقل مراسل الغد المشرق، كنت معنا عبر الهاتف من عدن.